خليني هنا اخد معايا بقى على هذه الحفله الاولى التي تجمع منير وعمرو دياب. امجد جمال ناقدنا الفني المعروف، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ يوسف، ومبسوط ان انا معاك. انا مبسوط اكتر بيك يا امجد. اولا ايه رايك في مساله حفله تجمع عمرو دياب ومحمد منير دي؟ قطبين وحاجة يعني تخلي المستمع يتحمس جدا، انها كمان هتكون حفلة في مهرجان العالمين، والنجمين عمرو دياب تحديدا ما حضرش النسخة الاولى من المهرجان، ما كانش موجود، فان هو طبعا هينضم اسم كبير طبعا، عمرو دياب اهم نجمة واكبر اهم اسمين. طبعا مع محمد منير، والاثنين طبعا بيمثلوا مدارس فنيه كمان مختلفه، طبعا مش شبه بعض كمان، شعبيتهم مفيش بينهم حتى منافسه، يعني هما الاثنين اللي بيسمع ده بيسمع ده، يعني صح. مفيش بينهم هما تكامل مش صحيح. تنافس، لان هما لونين ما لهمش اي علاقه ببعض على الاطلاق. وان كانوا بالمناسبه ده مره كنت قاعد مع منير فقال لي ان هو وعمرو دياب اصحاب جدا ومن زمان، يعني من قبل حتى ما يعملوا اغنيه القاهره. الكلام ده انا فاكر كنا في 2011 بالظبط. هو عمرو دياب بداياته طبعا، هو منير طبعا اقدم بخمس ست سنين، كان عمرو دياب بيعتبره الايدل بتاعه، حتى هو قال ان هو من الناس اللي كان لما جه من بورسعيد عمرو دياب كان دايما باصص لتجربه محمد منير مع يحيى خليل تحديدا في البوم شبابيك والالبومات اللي حصلت بعده اللي كانت واستاذ هاني شنوده طبعا. هو عمرو دياب كان بالنسبه له منير رمزه من يعني من المطربين اللي هو حتى في بدايات عمرو دياب بيحسب ان هو بيتقال ان هو كان بيقلد منير شويه او واخد السكه بتاعته شويه. هو طبعا عمرو دياب اختلف فيما بعد من البوم ميال ومن 88 لحد دلوقتي اختلف شويه عن السكه بتاعت بص منير. بص انت الناقد المتخصص، بس انا اللي عاصرت الفتره دي، انا داخل على 50 يا عم امجد. الحق يتقال، ربنا يخليك، الحق يتقال. لا عمرو لون طول الوقت، انا في رايي يعني انا عاصرت ده، عمرو طول عمره بيغني بطريقه، وحتى وقفته على الستيج بطريقه، لبسه بطريقه غير منير خالص، يعني منير العفوية والتلقائية في الأداء طول الوقت. بس الهم الاجتماعي، النبرة الاجتماعية في الكلام اللي فيها شوية فلسفة، فيها يعني أغاني اللي هي كانت عمرو دياب في بداياته خالص بقى، اللي هو الزمن يا طريق، الحاجات اللي كانت مع هاني شنودة طبعا صح، ومع محمد الشيخ قلوع ماشي اللي هي فيها في دي أنا معاك، في دي أنا معاك. عمرو دياب تخلى عن الجزء ده شوية من ميال، وانت طالع بقى كده بدا ان هو من 88 89 بقى شوقنا والحاجات دي، بدا يختلف عن منير، بقى هو الراصد الثاني بتاع نار الاغنيه المصريه، ومنير مكمل طبعا في الطريق بتاعه لانه مش هينافسه في الحته دي. بس هو كان ملحوظ ان عمرو دياب في بدايته كان متاثر بمنير حتى موسيقيا، وحتى على فكره هو ده حتى يعني كان هو اتكلم ان هو كان مذاكر قوي الخط بتاع، لان هو كان طيار، هو منير يحيى خليل هاني شنوده الفرق عموما عز طبعوف طبعا والاصدقاء، والفرق دي كان ليها هويه معينه كده، فعمرو دياب اتاثر بيها بطبيعه الحال، ان هو كان يعني هو المنضم حديثا للي أيوه. سبقوه أيوه لكن صحيح. فيما بعد طبعا اختلفوا، وعمرو دياب لحد دلوقتي طبعا بيكن فضل كبير لمنير، وبينهم صداقه وعلاقه طيبه جدا. وعمرنا ما شفنا الاثنين مثلا حد فيهم بيقلل من الثاني، او يعني بينهم مشاحنه او ومش من عادتهم هم الاثنين، يعني انا ادعي ان انا اعرف الاثنين كويس، يعني لا عمرو بيحب يتكلم على حد ولا منير بيحب يتكلم على حد، يعني الاثنين عارف اللي هو الاثنين اتولدوا كبار، اتولدوا عاقلين راسيين يعني كبار، اتولدوا كبار، كبير كبير، ده من الهتافات اللي دايما بتتقال في حفلات منير، الكبير كبير يا محمد يا منير، وطبعا الهضبه جميل الكبير بتاعنا برضه هو اللي مشرفنا في العالم، ومنير معروف جدا في المانيا مثلا، بيتسمع في المانيا كتير. عمرو دياب شغلته في البحر المتوسط برضه، دول زي اليونان تركيا الدول الحوض وانا بحبك اكتر مثلا، فاكر انا الغنوه دي يعني، فالفنانين مشرفينا حقيقي بره مصر، وهم حاجه فخر يعني، واجتماعهم في حفله واحده مع بعض. لكن تصدق انا شاغل بالي دلوقتي ايه؟ الحفله دي اكيد هتتحجز كومبلي
يعني من غير ما يقولوا التاريخ كام، هتلاقي الناس قاعده عايزه تخش تحجز التذكره، وهتبقى مش بس في مصر، ده هتلاقي كل الوطن العربي عاوز يجي الحفله دي في مهرجان العالمين. فالسؤال بقى، دي حفله تجمع الحسنيين القطبين زي ما كنا بنقول، ده 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 هتتملي بكام واحد، وانهي مكان هيستوعب كل العدد المهول ده؟ طبعا كمان احنا مستنيين متشوقين قوي المنير، وحشنا وعايزين كمان نطمن عليه، لان اخر حفله كان ظهرها من شهور كان يعني حالته الصحيه شويه قلقتنا، هو دلوقتي احسن اتحسن، بس عايزين بقى احنا نشوفه بنفسنا على المسرح بعد ما حالته اتحسنت. وعمرو دياب كمان معروف، يعني عمرو دياب ارتبط بقى فكره الساحل، مارينا، العلمين، المنطقه اللي هي غرب، اللي هي المنطقه اللي الساحل الشمالي عموما، عمرو دياب ارتبط بيها قوي في السنوات اللي فاتت، من ايام حفلات العجمي بقى وبيانكي، حفلات العجمي وبيانكي، وبعد كده تطور الموضوع للمسرح الروماني في مارينا. ما انا عجوز يا امل، توجه غربا، كل شويه توجه غرب غرب غرب، بعد كده هنغني في السلوم، هنوصل السلوم هو بالطريقه دي يا سيدي، عقبال ما نغني في ليبيا كده وتبقى مستقره وحالتها زي الفل. أمجد أنا يا رب، أنا بشكرك جدا جدا جدا، شكرا على مداخلتك، ألف شكر لنا ناقدنا الفني الرائع والجميل دائما أمجد جمال.